في ظل قرارات سياسية ونقدية اتخذها المركزي الأوروبي، تراجع معدل التضخم بدول الاتحاد في سبتمبر الماضي لأدنى مستوى في عامين. أسعار المستهلكين في منطقة العملة الموحدة اليورو والتي تضم 20 دولة سجلت معدل تضخم عند مستوى 4.3% بحسب بيانات يوروستات، محققة أدنى معدلاتها منذ أكتوبر 2021، في وقت كانت تشير فيه توقعات المحللين أن التضخم سيتباطأ وصولاً إلى 4.5% في سبتمبر، مع توقعات بأن يسجل التضخم رقماً أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. هولندا تصدرت قائمة دول اليورو التي انخفضت فيها أسعار المستهلكين بنسبة 13، لتظهر البيانات أن أداء ألمانيا كان أفضل من الأشهر السابقة مع تباطؤ التضخم من 6.4% في أغسطس إلى 4.3% في سبتمبر. تباطؤ التضخم بدول الاتحاد الأوروبي من شأنه تعزيز آمال المستثمرين في أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في ظل ضعف اقتصاد منطقة اليورو وتزايد المخاوف بشأن الأعباء على الأسر والشركات نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض.